وانا الطبيعي والمنطقي بعد ليفربول ما بيخسر بعمل فرح عندي هنا في القناه، ليفربول خسر. انما لما ليفربول يخسر ومحمد صلاح يضيع ضربه جزاء ومحمد صلاح يتقال عنه ان هو كان واحد من اسباب خساره ليفربول، لا هنا بصراحه بتحس بنغزه كده في القلب، تحس ان هو لا انا ما كنتش عايز السيناريو يمشي كده. حتى في اللحظات الاخيره كان نفسي فيرجيل فان دايك يسجل في كره ثابته، كان نفسي ماتيب يعملها في كره ثابته، كان نفسي جوتا من اي كره لطشه، كان نفسي ساديو ماني يعملها، كان نفسي ابو صلاح يعملها، بس بصراحه ما ينفعش ابو صلاح يشيل الليل، وما ينفعش ليستر سيتي الماتش ده تحديدا يطلع كسبان، ما ينفعش خالص. يعني ليستر سيتي فرقه 90 دقيقه تحت الكوره، 90 دقيقه تحت الكوره، لوكمان ينزل من على الدكه 3 دقايق جاب جون وخلاص خلصنا الماتش. ايه انا مش عامل حساب على كده، انا حتى راجل جاي اشجع ليستر سيتي وبقول يا ما عندهمش خط دفاع، سوينكو مش موجود وجوني ايفرس مش موجود، ويا عيني بيلعب بنديدي وبيلعب بدانيال امارتي اللي هو مش مفترض ان هو باك بيلعب بيه مساك، يعني بيلعب اتنين مساكين مش اتنين مساكين، ومع ذلك عملوا ماتش عظيم جدا قدام ليفربول. كاستاني وتوماس عملوا ماتش عظيم جدا قدام ساديو ماني ومحمد صلاح. ابو بكر سوماري وحمزه تشودري وكيرن دويسبيري عملوا ماتش برضه مميز. ماديسون حالات، يعني ماديسون ممكن تلاقيه في اوقات كده لعيب مميز جدا، وقت تاني تلاقي ان هو مش موجود في الجيم اساسا. جيمي فاردي كان خطير في الكور اللي كانت بتعدي نص ملعب ليستر سيتي، ودي كانت بتبقى كور قليله جدا. كليتشيو وناتشو كان يعني الموضوع كان بالنسبه لناتشو كان صعب، لان لو هو ولا فاردي كان لهم فرص كتير الشوط الاول. الشوط الاول ده بقى لو قعدنا نركز على ليفربول فمفترض ليفربول يطلع كسبان 3 4، بس التألق الغير طبيعي والحاله اللي كان عليها كاسبر شمايكل النهارده صعبت جدا الماتش على ليفربول. كاسبر شمايكل قدر ان هو يتصدى لضربه جزاء من محمد صلاح. ضربه جزاء هي فار في الكوره عادي ان جون بصوت ضربه جزاء ولاعيب بيضيع ضربه جزاء، بس لو محمد صلاح بيضيع بقى ضربه الجزاء ما تبقاش عادي. ده شجره الكريسماس يا بيه، خلي الكريسماس ينفعه يا بيه. اللي هو يا اسطى هو لوكمان كان معلش كنا مقاومينه بس من سكات الصاله في الدقيقه 56 ونزل سجل في الدقيقه 59، ما نرتقي شويه بقى يا معلم. الموضوع مش موضوع كريسماس. الموضوع انك لو قعدت تفكر كده هتلاقي محمد صلاح عنده مشاكل كتير اكبر من موضوع الكريسماس، وهي مشكله التجديد. لان برغم الاخبار اللي بدات تتقال ان ليفربول بيعرض 500,000 استرليني في الاسبوع على صلاح علشان يجدد، ليفربول مين اللي يعرض 500,000 استرليني؟ احنا نشتغل بعض. ليفربول لما بيدي محمد صلاح 200,000 عارف ان هو في جيش تحتيه، لو صلاح عالي 5,000 بس هتلاقي ماني طلب، هتلاقي فان دايك طلب، هتلاقي جوتا طلب، هتلاقي حتى فيرمينيو اللي مش شايف قدامه بقى له سنه ونص طلب بزياده. فانت بتتكلم عن ليفربول ده هيعلي عقد محمد صلاح هيخليه نص مليون استرليني في الاسبوع. اعقلوها طيب، يعني اعقلها طيب. فصلاح عنده مشاكل مخلياه مش مركز بره الملعب. دي حاجه طبيعيه، ولما صلاح ما يكونش مركز جوه الملعب الموضوع بيبقى صعب على ليفربول، ودي حاجه تبين لك مدى اهميه محمد صلاح في سكواد ليفربول. محمد صلاح ما سجلش، محمد صلاح بيواجه صعوبه في التسجيل مع خط دفاع واقف بطريقه كويسه، وده بصراحه الشوط الثاني والشوط الثاني يحسب جدا لبراندون روجرز ان هو عرف يلم الفرقه. فرقه الشوط الاول تطلع خسرانه 3-4-0، الشوط الثاني الفرقه كان شكلها جوه الملعب منظم، الفرقه فعلا كان شكلها جوه الملعب منظم جدا، رغم تغييرات يورجن كلوب ورغم ان يورجن كلوب شاف ان هو عنده مشكله في شامبرلين وفابينيو وجوردن هندرسون، بس المشكله انك هتطلع لعيبه زي دول هتنزل لعيبه شبههم يعني شبههم من على الدكه. يعني مثلا جيمس ميلنر ايه الفرق ما بينه وبين فابينيو؟ مفيش، لا ده دوره هجوميا قوي ولا ده دوره هجوميا قوي. ايه الفرق بين نبي كايتا وشامبرلين؟ مفيش، هو هو نفس الريتم، هو هو نفس المهارات، وهو هو نفس البروفايل. روبرتو فيرمينيو مكان جوردن هاندرسون ده تغيير انت بتخسر فيه، لان فيرمينيو مش بينزل يعمل لك ادوار هجوميه، حتى لما بتحاول تقلبها 4-2-4 او 4-4-2 فيرمينيو ما بتلاقيلوش دور، مش بتلاقي ليه ملامح حرفيا. فانت بتلاقي مشكله كبيره جدا انك لما تفكر تغير بتلاقي ان الدكه بتاعتك العناصر اللي عليها ما تشيلكش، ولا العناصر اللي عليها تقدر تعمل لك فارق. فالفارق بالنسبه لك جوه الملعب هي حاله محمد صلاح. محمد صلاح حالته كويسه، محمد صلاح موفق النهارده الماتش هيكون سهل، محمد صلاح مش هيكون موفق النهارده هتعاني معاناه غير طبيعيه. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه السنه اللي فاتت، ان محمد صلاح والتالق اللي هو عليه مداري مشاكل كتيره جدا موجوده عند ليفربول في الشق الهجومي وفي نص الملعب. فلو محمد صلاح يقدم مباراه سيئه النهارده اعرف ان ليفربول مش هيرجع في النتيجه، واعرف ان ليستر سيتي اللي كان جاي مباراه يخسرها يطلع كسبان. والله كان ليستر سيتي تغييره بتاعت لوكمان دي، لوكمان نزل في الدقيقه 56 اول كوره لمسها سجلها جون. والله بجد نزل في الدقيقه 56 مكان حمزه تشودري، المفترض ان ده تغيير هجومي، ونزل لا ما كانش تغيير هجومي ولا حاجه، هو رجع يوري تيليمانز مكان حمزه تشودري وطلع
طلع لوكمان طرف عنده واجبات هجوميه، وراح منزل ماركر برايتون، لكن جيمس ماديسون متعور. انا معلش ماديسون لعب له 5 6 ماتشات لازم يتعور. وتقعد تبص كده على قائمه اللعيبه المصابه في ليستر سيتي، هتلاقي بسم الله ما شاء الله ريكاردو بريرا، هيرفي بارنز، جيمس جاستن، ويسلي فوفانا، باستون داكا، ميندي، سوانشو، رايان بيرتراند، جوني ايفنز. يعني ليست القايمه 2 4 6 8 9 لعيبه من العناصر الاساسيه عند براند روجرز، ومع ذلك براند روجرز عمل مباراه قدام ليفربول وقدر يكسب. والله ربنا انا كمشجع لمانشستر سيتي ما قادر اصدق السيناريو اللي حصل ده. بس هذه هي كره القدم، هي دي كره القدم، تروح بهجمه واحده تخلصها. ليفربول الناحيه الثانيه كرات وتصويبات وعرضيات وانفرادات، وكاسبر سمايكل بيتصدى، والمباراه طالعين خسرانين. هي دي الكوره يا اسطى، هي دي الكوره. نتمنى بس ان الجمهور عندنا يخف على ابو صلاح شويه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش فوالله براحتك يا برو، هذا رايك وهذا رايي. هي الكوره ايه غير شويه وجهات نظر.